سلام علي، إن شاء الله هنكمل محاضراتنا في السنسوري سيستم، وهيكون موضوعنا النهاردة عن التايبس اوف سوماتيك سنسيشن. يا ترى إيه أنواع السوماتيك سنسيشن اللي إحنا فاكرين إن إحنا يعني اتكلمنا عنها أو هندرسها؟ هندرس الميكانو ريسبتيف سنسيشن، ثيرمو ريسبتيف سنسيشن، والنوسيسبشن أو البين. النهاردة هناخد موضوعين اللي هما الميكانو ريسبتيف والثيرمو ريسبتيف سنسيشن، والبين هيبقى محاضرة لوحده كبيرة. طيب الميكانو ريسبتيف سنسيشن هنا بيكلمني عن ايه؟ قال لي هنتكلم عن حاجتين كبار، الحاجة الاولى التكتايل سنسيشن، والحاجة التانية السنس اوف بوزيشن، وضع الجسم بتاعنا ايه او الاحساس بوضعنا ايه. طيب التكتايل سنسيشن هندرس تحته ايه؟ قال لي هندرس تحت كلمة تكتايل سنسيشن ندرس كلمة تاتش، ندرس كلمة ستيريوجنوزيس، في بريشر، في فايبريشن، في التيكلينج والايتشينج سنسيشن. يبقى في 5 سنسيشنز تحت تكتايل سنسيشن. تكتايل هنا معنى كلمة تكتايل يعني الشعور باللمس او الاحساس بالحاجة اللي بتلمس جسمي، واكوردنج ليها بنبتدي نطلع ديفرنت سنسيشن. فهيقول لي هنا ان في انتر ريليشن في بتوين بعض من التكتايل سنسيشن، لايك ايه؟ قال لي زي اللي هي التاتش، زي البريشر، زي الفايبريشن. دول في علاقة بينهم متداخلة. لو كلمتك عن التاتش هقولك اللي هو الجاست ستيميوليشن للتكتايل ريسبتورز في السكن او في التشو اللي هي immediately beneath السكن، مجرد اللمس بتاعتهم بيديك اللي هي الاحساس اللي هو بتاع التاتش. طيب لو انت تقلت التاتش شوية يبقى هنا strong deep touch، انا كده هحس بالبريشر سنس. فهنا البريشر الحاجة اللي بتعمل ضغط، بتعمل deformation في الديبر تيشو، فعشان كده انا نزلت deep اكتر، فكان ده عبارة عن strong deep touch. طيب الفايبريشن، لا ده الفايبريشن حاجة سريعة، ستيمولس رابيدلي وريبيتيتيف وسريع ورا بعضه، فيدي إشارة متكررة سريعة. وهنا في بعض الريسبتورز في الفايبريشن بيستخدم بعض الريسبتور من التاتش، وبعض من البريشر بتستخدم في الفايبريشن سنس. طيب نبتدي نمسك كل سنسيشن لوحده ونقول هيبقى عبارة عن ايه والاحساس بيه ايه، ويتنقل عن طريق ويتش افرنت فايبر ويمشي في ويتش باس وي. هنبتدي بالتاتش ونقول التاتش ده هنقسمه لحاجتين كبار، كروت تاتش. طيب كروت تاتش، انا كلمة تاتش عارفها ان هي كلمة ايه؟ اللي هي اللمس. طيب كلمة كرود هنا بتعني ايه؟ قال لي كلمة كرود ان اني سنسيشن كرود مين بور لوكاليتي، انا ما اقدرش اعمل لوكاليتي بالظبط للمكان اللي انا لمسته، وبور انتنسيتي ديسكريميشن، يبقى لا قدرت اعمل اللي هي اكزاكت سايد اوف التاتش ولا قدرت اعمل ديسكريميشن. طيب قال لي هنا الاحساس ده اللي تحسه في، قال لي هنا في الفيلينج اوف كلوز اللي هي الملابس بتاعتنا، ده كروت تاتش. كمان اقدر اختبره بايه؟ قال لي بيس اوف الكوتون، بالبيس اوف كوتون هنا لما بنعملها على ايدي هو ده الاحساس بتاعي اللي هو الكروت تاتش. طيب هيقول لي هنا اعمله ازاي التستنج ازاي؟ فقال لي تيستد وايل البيرسون او البيشنت اللي انت بتعمل له اكزامينيشن كلوزنج بوث ايز، ودي الثابته في كل اللي هي التست بتاع السنسوري، سواء انا ذكرتها او ما قلتهاش انت على طول تعرف ان انا بعمل الاكزامينيشن للبيشنت ده او للبيرسون ده والاي كلوزنج. طيب ليه هنا انا بقفل الاي؟ لان هو لما فتى عينيه وشايفك ان انت لمسته بالبيس اوف كوتون هيقول لك انت لمسني في الرايت ارم في المكان الفلاني ولمسني بالكوتون. فهنا احنا عايزين نعتمد على السنسيشن اللي واصله، فبنعمل ستروكينج للسكن لايتلي كده ببيس اوف كوتون وبساله انت حاسس، وحاسس بايه؟ هيقول حاسس باللمسه، لكن مش هيقدر يحدد مكانها كويس ولا الانتنسيتي بتاعتها كويس، هنا دي كرود تاتش. طيب نتفق بقى في الباس وي. الباس وي كنا اخدناه في المحاضره اللي فاتت، وعندي التو مين باس وي الكبار اللي هو الدورسال كولم ميديال من السيستم، وفي اللي هي السباينو سلاميك تراكت. السباينو سلاميك تراكت اللي هي لو طلعت هنا كده، السباينو سلاميك تراكت اللي هي الفنترال واللاترال سباينو سلاميك تراكت. طيب نتفق ان البوستيريور او الدورسال كولم نمشي فيه، مشي فيه الافرنت فايبر اللي هي الاي الفا فايبر والاي بيتا فايبر، دول اللارج مايلينيتد فايبر، الفيلوسيتي اوف الكوندكشن فيهم اللي هي عاليه، فهم دول اللي هم خاصين ب
الفاين سنسيشن والبروبريو البروبريوسبشن، يبقى دول هنا اللي ماشي فيهم الحاجه اللي انا هبقى ويل لوكالايزد ويل لوكالايز لل او ويل ديفاين الانتنسيتي، فهي دي الحاجات اللي هي الفاين. طيب في السباينوسالاميك تراكت هنا سواء الفنترال او اللاترال سباينوسالاميك تراكت، نوع الفايبر اللي ماشيه فيها اللي هي السي فايبر السمول ان مايلينيتد، وفي الاي دلتا فايبر برضو سمول وبرضو هنا بس فيها مايلينيشن، فتبقى أسرع شوية في الفيلوسيتي من السي فايبر. طيب هيمشي فيها الإحساسات إيه؟ هيمشي فيها اللي هي في الفنترال اللي هي هيمشي فيها الكرود لايك الكرود تاتش اللي بنتكلم عنه دلوقتي، وكرود بريشر ومعاه التيكل والإيتشينج سنسيشن، واللاترال بيمشي فيها إيه؟ هيمشي فيها البين والتمبريتشر. يبقى الأفرنت نيرف فايبر اللي تلاقيه لارج ومايلينيتد لايك الاي بيتا فايبر أو الاي دلتا فايبر يبقى على طول في الدورسال كورا، والسمول دول الان مايلينيتد واللي هي سمول مايلينيتد الاي دلتا يبقى ماشيين في السباينوسالاميك تراكت. طيب نرجع لكلامنا في كرود تاتش. طالما قلت كرود تاتش يبقى انا هنا ايه تحدد انت الباسوي على طول، تقول ايه لا ده كرود يبقى سباينوسالاميك تراكت، كرود يبقى هاخد افرنت فايبر بيبقى سمول افرنت فايبر، يبقى انا كده حاطه بيس في دماغي. اول هنا هيبتدي معايا دايما بريسبتور سريبتور فري نيرف اندينج، الافرنت فايبر اهو طلع الايه دلتا نيرف فايبر. ايه دلتا نيرف فايبر؟ ده السمول مايلينيتد نيرف فايبر ماشي هنا في السباينوسالاميك تراكت. نفتكر السباينوسالاميك تراكت كانت الفيرست اوردر نيرون اللي هي الدورسال روت جانجليا، السكند اوردر نيرون عندي هنا في السباينال كورد، الكروسنج ان فرونت اوف سنترال كانال، هنا ماشي ومعدي من عند اللي هي الفنترال كولوم، هيطلع لايك اللي هي الفنترال سباينوسالاميك تراكت اللي بتوصل الرساله. السكند اوردر نيرون وصلت الرساله للثلمس، ومن الثلمس للكورتكس، يبقى هنا احنا ماشيين في الفنترال سباينوسالاميك تراكت. يبقى في الكرود تاتش ريسبتور فري نيرف اندينج، الافرنت فايبر اي دلتا نيرف فايبر، الباس واي في الفنترال سباينوسالاميك تراكت. طيب ندخل على اللي هي الفاين تاتش. خلاص انا عرفت الكرود، ومن الكرود بقيت عارفه يعني ايه كلمه فاين. كلمه فاين هو السنسيشن اللي يبقى فيه هاي انتنسيتي ديسكريمينيشن وشارب لوكاليزيشن، هحدد الانتنسيتي بتاعته كويس جدا وهعرف مكانه كويس جدا. قال لي طيب اعمل له ازاي اكزامينيشن او الفاين تاتش ده انكلود ايه؟ قال لي هنا الفاين تاتش هيبقى انكلود 3 تيست. اول واحده اللي هي تاكتايل لوكاليزيشن، كلمه تاكتايل لمسه في مكان محدد حددتها، يبقى اللوكاليزيشن اوف بوينت تاتشد وزاوت لوكينج، من غير ما ابص عليها انا بالظبط عرفت انت لمسني في اني مكان. يبقى ده هنا اللوكاليزيشن للاريا بالظبط اللي احنا عملنا لها تاتش بوينت ولمستك بيها، زي البين هنا لما احنا لمسنا الشخص ده وهو مغمض عينيه، يبقى وزاوت لوكينج او كلوزنج بوث ايز، يبقى دي تاكتايل لوكاليزيشن. طيب تاني حاجة في الفاين تاتش هنقولها اللي هي تو بوينت ديسكريمينيشن. هنا من اسمها انت عملت ايه؟ قال لي عملت ديسكريمينيشن، فرقت بين تو بوينتس. طيب التو بوينتس تاتشد simultaneously mean at same time without looking، من غير ما بص عليها. طب وشرطت عليا ايه؟ ان التو بوينت دول يبقوا سيباريتد بمسافه، المسافه دي سميتها كلمه ثريشولد ديستانس. كلمه ثريشولد هنا بتعني عندي مثلا اقل حاجه، اقل شيء، زي ما كنا نقول ثريشولد ستيمولس، فهو اقل ستيمولس تستجيب للريسبتورز. طيب يبقى ثريشولد ديستانس دي اقل ديستانس، بس اقل ديستانس بتاع ايه؟ اقل ديستانس اللي احس فيها تو بوينت از سيبريت بوينت. الله، هو انا ممكن اتلمس بتو بوينت واحسهم سنجل بوينت؟ ممكن تتلمس بتو بوينت وانت تحسهم سنجل بوينت، لان انت هنا قافل عينيك اعتمدت على احساسك. انت لو شايف هتقول لا دول تو بوينتس، لكن انت في الحقيقه حاسسهم واحده. طيب ازاي بقى اعرفهم؟ لازم تحدد هنا وتاخد في بالك حاجتين. شايف هنا ده اللي هي الكمبس او البرجل اللي انا بستخدمه اللي بحدد بيه التو بوينتس اهم، جايبه لك مره عند التيب اوف الفينجر، ومره هنا عند ايه؟ مره هنا عند الباك.
طيب المسافة هنا بين التو بوينتس دول هي اللي بسميها كلمة threshold distance. طيب ايه اللي بيفرق هنا threshold distance من التيب اوف فينجر ومن الباك علشان احس دول نقطتين واحس برضو دول نقطتين؟ عملت ايه؟ شايف هنا المسافة دي كانت ايه؟ مسافة صغيرة. هنا المسافة دي كبيرة. الله، يبقى threshold distance دي متغيرة. طيب يبقى الاول اعرف هي ايه threshold distance اللي بتتكلم عنها، اللي هي لو قللت عنها تو بوينت دول احسهم كسنجل بوينت، يبقى دي المينيمال ديستانس بيلو ويتش التو بوينتس فيلت از وان. عندي في الحاله دي اللي هي الكامبس بتاعي، ادي اللي هي التو بوينتس، الشخص ده وانا بساله انت حاسس نقطتين ولا نقطه واحده، هيقول لي فيلت از وان بوينت، ده حاسسهم كوان بوينت. طيب الشخص ده اللي هي الكامبس عندي وادي المسافه بين الاثنين دول، واساله حاسس هنا دول نقطتين ولا نقطه واحده، الشخص ده حاسس تو بوينتس، يبقى مره حسيتها كسنجل بوينت ومره تو بوينتس. السؤال هنا ليه هنا حسيتهم سنجل وهنا ليه حسيتهم اللي هي تو بوينتس؟ يبقى الاول ثريشولد ديستانس هي المينيمال ديستانس بيلو ويتش التو بوينت فيلت از وان، لو احنا قللنا حسيتها واحد. طيب الديستانس دي قال لي ما هياش ثابته في كل جسمك، دي متغيره. طيب متغيره من اريا لاريا، اقل مسافه كانت موجوده عندي فين؟ الفيري شورت ديستانس اتوجدت في مكانين، في التيب اوف ذا تانج وفي اللي هي التيب اوف ذا فينجر. في التيب اوف ذا تانج كانت اللي هي 2 مليمتر، في التيب اوف الفينجر كانت 4 مليمتر. طيب اللارجست بقى موجوده فين؟ قال لي موجوده في الباك هنا. الباك هنا علشان احسهم تو بوينت لازم يكون الكامبس بتاعي مفتوح او التو بوينت سيباريتد بمسافه 65 مليمتر. طيب السؤال هي ليه ما كانتش threshold distance دي في كل الأماكن واحد؟ طيب انت لو حاولت تفكر من المحاضرات اللي فاتت وتقول ايه العلاقة بين الأرياز اللي ظاهرة قدامي دي، خدت حاجة تديك معلومة عن اللي انت شايفه ده؟ هتقول لي اه خدت. المفروض ان السريبرال كورتكس كان متوزع لأريا اللي هي بنسميها representation area، وكان عندي لما اخدت اللي هي الاريا فور الفيس لقيت اللبس والتانج واخدة اريا كبيرة، لقيت الهاند واخدة اريا كبيرة. طيب وهي الاريا في الكورتكس هنا وزعتها كبيرة او وزعت الترانك والليج اريا صغيرة according to what؟ according to السنسيتيف بتاعتها، according to number of sensory receptors اللي موجودة فيها. يبقى هنا أكيد الأريا بتاعتي اللي هي هنا الهاند اللي فيها large number of receptors، وخصوصا في tips of the finger اللي بتستخدمها دايما for sensation of touch والsensation اللي هي التانية، يبقى فيها large number أو larger number of receptors. طيب والتانج برضو في اللي هي large number of اللي هي sensory receptors، يبقى على حسب number of sensory receptors أنا لاحظت أن threshold distance أخبارها إيه؟ كل ما زاد number of receptors كل ما قلت threshold distance، المسافة دي قلت. فهيقول لي حط الفاكتورز بقى اللي بتأثر على threshold distance، هي ليه threshold difference differ في different area؟ يبقى أول حاجة هقول له أن عدد receptors لما تغيرت في التيب اوف ذا فينجر، اخبار الثريشولد ديستانس ايه؟ الثريشولد ديستانس قليله شورت، يبقى هنا دي هنا العلاقه بين النمبر اوف ريسبتورز وبين اللي هي الثريشولد ديستانس علاقه ايه؟ علاقه دايركتلي ريليتد ولا انفرسلي ريليتد؟ يعني هنا علاقه طرديه ولا علاقه عكسيه؟ لا العلاقه علاقه عكسيه، كل ما زاد النمبر اوف ريسبتورز ادي النمبر اوف ريسبتورز يزيد، لان انا هفتكرها هنا بالتيب اوف اللي هي finger كل ما قلت الثريشولد ديستانس. يبقى دي اول ايه؟ اول بوينت عندي عدد الريسبتورز. طيب تاني حاجه بيقول لي الريسبتيف فيلد اوف ريسبتور. طيب وجايبالك برضو الرسم عشان تفتكر الريسبتيف فيلد عندي في التيب اوف فينجر اخبارها ايه؟ سمول ريسبتيف فيلد، ريسبتيف فيلد صغيره. طيب في الباك هنا اخبار الريسبتيف فيلد ايه؟ لارج ريسبتيف فيلد. الله، طب اربط بقى الريسبتيف فيلد بالنمبر اوف ريسبتورز، يبقى انت كده شايف ايه؟ اه ده انا هنا في التيب اوف فينجر كان عندي لارج نمبر اوف ريسبتورز، عدد ريسبتورز كتير في الاريا دي بتاعتي هنا، يبقى
كل لما زادت عدد الريسبتورز حصل ايه في الريسبتيف فيلد؟ قال الريسبتيف فيلد هو ايه؟ كلمه ريسبتيف فيلد للناس اللي ناسيه، الاريا اوف سكين اللي هي مسؤوله عنها الريسبتورز، يبقى ده الريسبتيف فيلد. اللي لو انا عملت ستيميوليشن على الريسبتيف فيلد هنا الريسبتورز دي تبقى ستيميوليتد، يبقى هنا كل لما زاد عدد الريسبتورز بقى عندي سمول ريسبتيف فيلد. طيب واللارج ريسبتيف فيلد ده معناه ايه؟ معناه ان انا جيت في الباك وعندي عدد قليل من الريسبتورز، يبقى كل واحده مسؤوله عن لارج اريا، يبقى هنا بقى في لارج اريا اوف ريسبتيف فيلد. طيب دي عملت لي ايه في اللي هي التو بوينت ديسكريميشن، النقطتين اللي انا عايزه احسهم كسيبريت بوينت؟ قال لي هنا لو انا بعتبر ده الناحيه بتاعتي اللي هي الباك، هنا دي الباك كان في لارج ريسبتيف فيلد اهو، كل دول هيتحسوا از سنجل بوينت لان خدتهم 1 وان سنسوري يونت. يبقى الريسبتيف فيلد النقطتين دول وقعوا في السيم ريسبتيف فيلد اللي السنسوري يونت بتاعتي، هستقبلهم از 1 بوينت. طيب هنا ونفس المسافه اللي كنت عاملاها في الكامبس هنا في الباك، لو حبيت ان انت هنا تاخدها طبعا في التيب اوف فينجر مضطر ان انت تقلل جدا، ومهما قللت هنا اللي هي لحد مسافه 4 ملي متر، ده هنا لو كان اللي هي 65 ملي متر، هنا بمسافه تكون 4 ملي متر هحسهم كتو سيبريت ايه، تو سيبريت بوينت. ليه؟ كل بوينت منهم كانت على سيبريت فيلد، ادي فيلد خاص بيها المسؤول عنه السنسوري نيرون هنا، والانذر فيلد هنا مسؤول عنه السنسوري نيرون الثانيه، فهنا هيدول هحسهم كتو بوينت لانهم هيوصلوا تو سيبريت بوينت للبرين. يبقى ايه العلاقه بين الريسبتيف فيلد والثريشولد ديستانس؟ هيبقى كل ما قل اللي هي الريسبتيف فيلد كل ما قلت الثريشولد ديستانس، علاقه طرديه. يبقى ذا سمولر ذا ريسبتيف فيلد ذا شورتر ذا ثريشولد ديستانس. يقول لي رقم 3 presence of convergence في الباسوي. يعني ايه convergence في الباسوي؟ كلمة conversion، conversion تجميع، جمعت هنا sensory unit 2 3 جمعتهم في 1 نيرون استقبلتهم واحدة، الواحدة دي secondary نيرون دي لما تستقبلهم هتطلع للبرين، توصل للبرين بتدي 1 cortical نيرون، نيرون واحدة في البرين، فعلى طول انا اقول ان انا حاسة ايه single unit. يبقى لما نشوف السنسوري نيرون دي مسؤولة عن الريسبتيف فيلد اهو نمبر 1، طيب السنسوري نيرون التانية اليورو مسؤولة عن الريسبتيف فيلد نمبر 2، السنسوري نيرون هنا التالتة دي الريسبتيف فيلد نمبر 3، يبقى كل واحدة منهم ليها الريسبتيف فيلد، وزي ما احنا عارفين بيبقى فيه اوفرلاب شوية. طيب التلاتة دول عملوا ايه؟ قال لي عملوا conversion، conversion يعني ايه؟ اتجمعوا وادوا single نيرون او الواحدة بس اللي هي دي secondary order نيرون عندي في one نيرون، والone نيرون طلعت الاشارة هنا للبرين، البرين استقبلها as a single unit. يبقى الconversion معناه ان انت بتجمع، بتجمع ايه؟ اجمع كل اللي هي الافرنت اللي جاييني في 1 نيرون، ال 1 نيرون تطلع للبرين يستقبل البرين، كل دول على انهم نقطة واحدة، رغم ان انت كان عندك ايه؟ قال لي كان عندي هنا تو ريسبتيف فيلد متعلمين. طيب هنا برضو دول تو ريسبتيف فيلد بس حصل ايه؟ ما حصل لهمش conversion. هنا انا عملت conversion، conversion يعني رحت مجمع، ادي التجميع، ادي conversion في السكند نيورون اهي الواحده، لكن دي هنا الريسبتيف فيلد ده مشي وادى سكند نيورون غير التاني اللي هو البوينت التانيه ادت انذر سكند نيورون، يبقى دول هيوصلوا للبرين، والبرين هنا هيبقى فيه تو كورتيكال نيورون استيميوليتد، لما يحصل استيميليشن هنا لتو سيبريت كورتيكال نيورون هيستقبل دول على انهم تو سيبريت بوينت. يبقى ده كل لما قل الكونفرجن ما بقاش عندي conversion كتير، كل لما حصل ايه في threshold distance؟ كل لما قلت threshold distance. يبقى العلاقة بين conversion وبين اللي هي threshold distance اللي هي علاقة برضو طردية، كل لما قللت conversion هنا مفيش conversion فبقت threshold distance قليلة، لكن هنا كل لما ايه؟ كل لما ازود اللي هي conversion كل لما يحصل ايه؟ كل لما يحصل ان اللي هي استقبلهم كسينجل يونت، يبقى محتاجة افتح برجالي اكتر كل لما ازود الكونفرجن.
طيب الـ area of representation في الكورتكس، انت هنا لازم تقولها حتى من غير ما تقراها او تدرسها. طيب ما هي الـ area الكبيرة اللي هي like الهند اللي خدت area كبيرة، like اللي هي اللبس والطنج اديتهم area كبيرة، كان فيهم larger number of receptors، كل ما زادت اللي هي عدد الريسبتورز زودوا مين؟ قال لي زودوا اللي هي الـ area representation area في الكورتكس، كل ما حصل ايه؟ كل ما قلت threshold distance. يبقى العلاقة هنا علاقة ايه؟ علاقة عكسية، لان الاريا اللي انا اديت لها مساحة كبيرة او wider area هي الاريا اللي كانت more sensitive، هي الاريا اللي كان فيها receptors كتيرة. يبقى انا عندي 4 factors اثروا على threshold distance، هم ايه بالترتيب؟ اللي اول حاجة كانت number of receptors، تمام. طيب وتاني حاجة receptive field بتاعي، تالت حاجة كان في conversion في الباسوي، رابع حاجة area of representation. طيب نجمعهم في جملة واحدة علشان هنا أفرق في حاجة. أنا عايزة shorter threshold distance، لأن shorter threshold distance هتبقى إيه؟ هتبقى distance أقل distance اللي حسيت فيها إن الـ 2 point دول separate point. طيب هيبقى هنا الـ number of receptors العلاقة بينها وبين threshold distance هي علاقة عكسية، كل ما زودت اللي هي الـ number of receptors كل ما حصل ايه؟ كل ما كان في shorter distance. طيب نبص لمين تاني علاقة عكسية؟ العلاقة العكسية التانية اللي هي representation area في الكورتكس، the wider the area of representation the shorter the threshold distance. يبقى هنا عندي حاجتين العلاقة بينهم وبين threshold distance علاقة عكسية، اللي هي عدد receptors وال area of representation في الكورتكس. طيب ومين الاثنين العلاقة الطردية؟ receptive field، كل ما قل receptive field كل ما قل اللي هي conversion كل ما قال اللي هي الثريشولد ديستانس، يبقى دي علاقة طردية. طيب افتكرها ازاي؟ على طول هنا اجيب الفينجر بتاعي اهو واقول ان الفينجر ده اللي هي الاحساس فيه اعلى حاجة، الاحساس فيه اعلى حاجة يبقى ايه؟ يبقى فيه عدد ريسبتورز كتيرة جدا. طيب وهو بقى فيه الاريا بتاعته في الكورتكس اخباره ايه؟ الهاند كان لارج او وايدر اريا. طيب وانا فاكرة ان لما كنت بحط البرجر كانت الديستانس ايه؟ اللي هي شورتر ديستانس، يبقى اقول كل ما زاد عدد الريسبتور وده بيزود الريبريزنتيشن اريا في الكورتكس، وبالتالي بيحصل ايه؟ بالتالي بتبقى ثريشولد ديستانس ايه؟ شورتر. يبقى انا افتكرتها وعلمتها في دماغي بالتيب اوف الفينجر. طيب وبناء عليه حط الحاجتين التانيين. ايوه الريسبتيف فيلد طبعا لما يكون عندي عدد ريسبتورز كتيره يبقى كل واحده مسؤوله عن اريا صغيره في السكن، يبقى هي سمولر ريسبتيف فيلد. وبعدين اقول ان انا اجمعهم كل واحده سيبرت لوحدها من غير ما اعمل كونفرجن كتيره، فيطلع عندي ثريشولد ديستانس ايه؟ ثريشولد ديستانس شورتر. يبقى ذا جريتر ذا نمبر اوف ريسبتورز ذا سمولر ريسبتيف فيلد اوف ذا ريسبتور، ذا ليسر ذا كونفرجن والوايدر اريا اوف ريبريزنتيشن، دي تديني shorter threshold distance. طيب التكتايل discrimination ده بيخلينا ايه؟ بيخلينا نعرف ملمس السطح اللي قدامي. لما تحط ايدك على سطح معين او على حاجة معينة زي الساند بيبر كده اقدر اقول ان دي فيها كورسنس اللي هي خشونة، دي هنا قدرت اعرفها بايه؟ قدرت اعرفها بالتكتايل discrimination. يبقى عن طريق التكتايل discrimination بقدر اعرف اللي هي surface of اللي هي الobject. طيب دي استفادوا منها بايه اللي هي موضوع التكتايل discrimination هنا؟ قال استفدنا بيها عند الناس اللي هي البلايند، الناس اللي هي عندها فقدت الفيجن حست اللي هي الابصار، فهنا بيقروا بطريقه ايه؟ قال له بيقروا بطريقه اللي هي طريقه برايل. طريقه برايل دي هنا استفاد اللي هي لما درسنا وعرفنا اللي هي ان التكتايل ديسكريمينيشن ده عالي جدا في اللي هي الفينجر تيبس، فقدرنا نقول ان احنا هنستخدم اللي هي الفينجر تيبس في القرايه بطريقه اللي هي برايل، لان هو هنا بيستخدم ايه؟ حست اللي هي انه يلمس اللي هي الحروف وبيبتدي يقرا. يبقى البنفيت بتاعتي في التكتايل اكيوتي بتاعتي لان انا عرفت ان في اختلاف وان اعلى مكان بقدر احدد فيه 2 بوينت كسيبريت بوينت كان على التيب اوف فينجر، فاستخدمناها في القرايه للبلايند. طيب قال لي تالت حاجه هنا كان اول حاجه ايه؟ تكتايل لوكاليزيشن، 2 بوينت ديسكريمينيشن، التكتشر، تكتشر اوف وات؟ تكتشر اوف ماتيريال.
يعني اديك وانت مغمض عينيك مجموعه من اللي هي الوول او السلك او الكوتون، حرير وصوف، واقول لك ها ده ملمسه ايه، فانت تبتدي تحس بيه، ومن غير ما تكون شايف اقول لا دي حاجه هنا صوف، دي حاجه دي اللي هي سلك واند وات ايفر. يبقى اللي هي الفاين تاتش كان تحتيه ايه؟ الفاين تاتش قلنا اللي هي ويل لوكالايزد وويل او اللي هي شاربلي لوكالايزد وويل انتنسيتي ديسكريمينيتد، عملته بالتكتايل لوكالايزيشن تو بوينت ديسكريمينيشن والتكتشر of material. طيب اجي بقى اقول التلات حاجات اللي بقولهم الريسبتورز والافرنت واللي هي الباسوي. فالريسبتورز المايسنر والميركلز، والافرنت بتاعي ايه؟ بيتا فايبر. كل اللي داخل الدورسال كولم هنا في السنسيشن اللي انا هاخدها هي الاي بيتا فايبر، ما عدا لو هتكلم عن البروبريوسيبشن فهبتدي اقول ادخل معاها الاي الفا. طيب هي ماشيه فين الفاين؟ اللي هي الحاجات الفاين هتمشي في الباس وي الدورسال كولم. يبقى احنا هنا الريسبتورز بتاعتي مايسنر كورباسل والميركلز، الافرنت فايبر اي بيتا فايبر الباس وي الدورسال كولم، واتكلمنا عنهم قبل كده. طيب استيريوجنوزيس يعني ايه؟ كلمه استيريوجنوزيس كده بالعربي قبل ما تبتدي، قال يعني لما احط لك حاجه في ايدك بس الحاجه دي تكون فاميليار، انت هتعرف الحاجه دي وتقول لي ده مفتاح، ده عمله معدنيه الكوين. فانت عرفتها ازاي؟ قال لي عرفتها بمجموعه السنسيشن، لاني حطيتها في ايدي فلمستها، شفت درجه حرارتها فعرفت انها كولد شويه، دي الاحساس بتاع اللي هي الميتال، شفت بالفاين تاتش اللي هي الملمس بتاعها، شفت بالبريشر سنس اللي هي الويت بتاعها. فانا هنا مجموعه الريسبتورز دول كونوا فكره عندي وعرفت كلمه استيريوجنوزيس. يبقى الاستيريوجنوزيس الابيليتي تو ريكوجنايز، انا اتعرفت على النيتشر اوف الاوبجكت. الاوبجكت ده ليه شرط بقى، يكون ايه؟ يكون familiar object. يعني ايه كلمة familiar object؟ object انا عارفاه، ما نجيش نحط للشخص حاجة اللي هي ما يعرفهاش واقول ان هو ما عندوش الحاسة بتاعت الاستيريوجنوزيس. فانا هنا حطيت على ايده ايه؟ حطيت في ايده اللي هي المفتاح، كلنا عارفين شكل المفتاح، واطلب منه انه يقفل ايده عليه وعينيه مغمضة، قافل اللي هي both eyes، بدأ يحس كل حاجة في المفتاح، استخدم كل cutaneous with deep sensation، لان انا عاملة support للهاند، وهو هنا بالويت هنا هيقدر يحدد الويت بتاعي من البريشر سنس زي ما هعرف دلوقتي، قدر يحدد الملمس، قدر يعرف ان هو ميتال، ومن البريفيوس نوليدج عنه اللي هي عن الاوبجكت ده هو حدد ان ده كي. البريفيوس نوليدج عشان كده انا قلت لازم بختار لك الفاميليار اوبجكت، ما تجيش بالنسبه لي حاجه انا ما اعرفهاش وتحطها في ايدي وتقول لي دي ايه. في حاجات كتيره انا ما اعرفهاش فتيجي تحطها وتقول لي انت في لوس للاستيريوجنوزيس، طبعا ما ينفعش. يبقى انت شرطت على الاوبجكت ده ان هو يكون فاميليار اوبجكت، انا عرفت السنسيشن، كل الريسبتورز شاركت في اللي هي الاستيريوجنوزيس، وكمان انا عندي نوليدج متخزنه اباوت اللي هي الاوبجكت اللي انت حطيته فتعرفت عليه. طيب يبقى الاستيريوجنوزيس ده يقول لي محتاج هاي كورتيكال فانكشن، ده انت عملت ايه؟ عملت اللي هي انتجريشن للمجموعه السنسيشن اللي انا حسيتها، التاتش، التكتشر بتاعه الماتيريال اللي في ايدي، البريشر عشان اعرف الويت، البروبريوسيبتيف سنسيشن شاركت برضو بتعرف منها اللي هي الويت. فانا هنا ده كده ده هاي كورتيكال فانكشن انا استخدمتها علشان اعرف اللي هي الاستيريوجنوزيس. طيب يبقى لما يقول لي الاستيريوجنوزيس ده انت الريسبتورز اتفقت انها مجموعه او خليط من التكتايل ريسبتورز استخدمتهم فور تاتش والبريشر والتكتشر اوف ماتيريالز اند وات ايفر. طيب مشيت فين اي بيتا فايبر اللي اتفقت عليها وهتطلع فين؟ هتطلع في الدورسال كولم. طيب السؤال الجميل اللي اقوله لك، طب انت متوقع هنا لما ما حسش بالاستيريوجنوزيس، لو كان عندي الباسوي تمام والريسبتورز تمام والافرنت فايبر اللي هي الاي بيتا فايبر تمام، ولقيت الشخص ده عنده استيريو استيريوجنوزيس، استيريوجنوزيس يعني لغيت اللي هي كلمه استيريوجنوزيس النفي بتاعها، في امبيرد للاستيريوجنوزيس، امبيرد او احيانا يحطها لك كلمه ايه؟ استيريوجنوزيس، ونكمل الكلمه، يقول لي دي ايرلي ساين، علامه على ان في مشكله في الكورتكس، كورتيكال دامج. طب متوقع فين الكورتيكال دامج على طول كده تقول لي فين؟ اقول انا كان عندي سوماتيك سنسوري اريا 1 وفي وراها اللي هي سوماتيك سنسوري اريا 2 وفي الاسوشيشن اريا،
الاسوشيشن اريا دي الهاير اللي بتعمل ايه، بتجمع السنسيشن، انتجريت السنسيشن، وتقدر تقول لي الحاجه دي ايه. لما احنا قلنا ان الاسوشيشن اريا كانك حطيت ايدك في جيبك ولمست الحاجات وطلعت المفتاح، ما هي دي الاستيريوجنوزس. يبقى الاسوشيشن اريا عندي هنا لو حصل فيها مشكله يحصل للشخص ده كلمه ايه، استيريوجنوزس، يعني هنا ما يحسش بالاحساس ده. قال طيب ممكن يكون اللي هي السوماتيك سنسوري اريا 1 برضو فيها المشكله، لانه من اساسه انا ما استلمتش السنسيشن دي، فانت برضو تحطها في الاعتبار. يبقى لو حصل امبيرمنت للاستيريوجنوزس يبقى دي علامه على اللي هي الكورتيكال دامج. فين ممكن يكون؟ قال لي ممكن ما يكون من اساسه هنا ما قدرتش استقبل السنسيشن فتبقى في اس 1، واللي هي الاكثر كمان ان احنا نتوقع مشكله اكبر اللي هي الاسوشيشن اريا اللي هي بتجمع اول سنسيشن وبتعمل لها انتجريشن وبتخليني اندرستاند المينينج بتاع السنسيشن دي وافهم معنى عندي ايه. يبقى دي الليجن في اللي هي الاستيريوجنوزس لما يضيع اعرف المشكله فين. طيب البريشر سنسيشن، البريشر سنس هنا من الحاجات اللي هي الجميله اللي بتخليني اعرف الويت، الويتس وافرق بين الديفرنت ويت. يبقى انت هنا بالبريشر سنس قال لك عرفت ايه؟ قال لي عرفت اللي هي الويت. طيب اللي مكتوب عندي في الكتاب هو البريشر سنس اللي هو الفاين بريشر سنس زي ما هنشوف دلوقتي. انا بقول اللي هي البريشر سنسيشن بيخدمني في ان انا الديسكريميشن للويت، بس بشرط حطيته وزاوت ليفتنج زي من غير ما ترفعه ولا تشيله. يعني ايه اعملها ازاي؟ يعني والهاند سبورتد على التيبل بتاعتي اللي انا بفحص البيشنت عليها وهو مغمض عينيه، ببتدي احط اوزان على ايده وهي سبورتد. قال لي ليه؟ قال لي لان انا هنا عندك ازاي احنا بنعرف الويت من السوماتيك سنسيشن، اعرف وزن الحاجات ازاي وانا مغمضة عينيا حتى كمان. قال لي بتعرفها بطريقتين، الطريقة الاولى من غير ما ارفعها والهاند سبورتد يبقى ده كده البريشر ايه، البريشر سنسيشن. لكن لو رفعتها والعضلات هنا حصل فيها كونتراكشن فاستخدمت اللي هي المسل بتاعتي، فالفورس بتاعتي كل ما زادت الفورس اوف كونتراكشن ده معناه ان الويت ده تقيل، الحاجة دي تقيلة اللي انا شايلها. يبقى انا هنا علشان اعرف الويت بتاعي بعرفه بحاجتين، من غير ما ارفع الويت ده والهاند سبورتد يبقى ده بريشر سنسيشن، لكن لو رفعته فانا هنا بستخدم العضلات بتاعتي، وكل لما زاد التنشن في المسل كل لما زاد ايه، قال لي كل لما زاد اللي هي الهيفنس اوف الويت، زادت الكونتراكشن بتاعه العضله عشان تقدر ترفع الويت. طيب يبقى انا هنا البريشر سنس هتقسمه لي لايه؟ قال لي طب هنقسمه لكرود تاتش، ده اللي هي بيخلي الشخص يحس ان في سستيند ميكانيكال بريشر موجود عندي كده، في ضغط عليا، لكن الضغط ده ويت قد ايه وافرق الويت ازاي، ده يحولني للفاين بريشر. يبقى انت لما مكتوب عندي في الكتاب لما قال البريشر سنس، البريشر سنس هنا عشان ديسكريمينيت الويت وديفرنشيت بين الويت، يبقى ده بيقصد بيه اللي هو الفاين تاتش. والفاين ده اللي هي هيمشي فين الباس واي بتاعه، يبقى في الدورسال كولم. لكن الكرود عشان انا جبتها لك وحطيتها لك لان احنا عمالين نقول الكرود اللي ماشي في الفنترال سبينوسالاميك تراكت، فلما اجي اشرح يبقى لازم احطها عندي في كتابي كده وافسرها. لكن الكرود تاتش ده جاست ان انا حاسه سستيند ميكانيكال بريشر عليا، لكن الفاين تاتش ان انا هبتدي الويت اوف اوبجكت وافرق بين الويتس، دي اقول عليها الفاين تاتش. طيب الريسبتورز هنا باسينيان والسبري تايب اندنج زي ما مكتوب في كتابي، وهاجي بقى احط حاجتين. الافرنت فايبر لو انا في فاين تاتش يبقى داخل الدورسال كولم، يبقى ايه بيتا فايبر، يبقى هنا دي فاين ايه تاتش. طيب لو انا هنا في كرود اللي هي سوري اللي هي فاين بريشر، يبقى انا هنا الفاين بريشر يبقى اللي هي ايه بيتا فايبر والفاين. طيب لو انا كرود بريشر، كرود يبقى داخله في الفنترال سبينوسالاميك تراكت، يبقى الاي دلتا فايبر. يبقى هنا بالنسبه لنا الافرنت فايبر اي بيتا فايبر، الباسوي دورسال كولم اللي هو الكلام عن الفاين تاتش، الفاين بريشر مصر اقول لكم تاتش علشان فاين، هنا فاين بريشر. طيب الكرود بريشر، كرود بريشر يبقى في الاي دلتا ويبقى ماشي في الفنترال سبينوسالاميك تراكت، يبقى ادي الاثنين فاين، الحاجه الفاين، الاحساس الفاين، واخد لارج فايبر اي بيتا فايبر ماشيه في الدورسال كولم، يبقى ده كده اقول عليه اللي هو الفاين بريشر اللي بتكلم عنه في كتابي اللي قال لي discriminate الويت. طيب وهنا الكرود بقى، الكرود ده ايه دلتا
وماشي في الفنترال سباينو سلاميك تراكت، طالع في الفنترال سباينو سلاميك تراكت. يبقى ده بالنسبة للبريشر، والبريشر هو اللي بيخليك تحس بالويت اوف اوبجكت. ولما تيجي تعمل التست بتاعته لازم يكون، قلنا شرط الاولاني اللي هي بوث ايس ار كلوزد. طب والشرط التاني عندي هنا في التست بتاعتي ان الهاند تكون سبورتد، فانا كده بستخدم البريشر ريسبتورز، ما دخلتش فيها اللي هي الماسل تنشن. طيب ايه بقى دي؟ دي الشوكة الرنانة اهي، ممكن تكونوا شفتوها في العملي، التيونينج فورك اللي هي لما بعمل بغبطها في ايدي تعمل اهتزازات، تعمل فايبريشن. الاحساس بالفايبريشن بتاع التيونينج فورك هو الفايبريشن سنسيبل بيرسون كان فيل الفايبريشن اوف تيونينج فورك. ممكن التيونينج فورك تتحط على اي جزء من الجسم، يبقى دي هنا الاحساس بيها هو ده الفايبريشن، والفايبريشن ده احساس متكرر من اللي هي التكتير tactile stimuli rapidly changing tactile stimuli، هي دي اللي هي الفايبريشن. طيب الفايبريشن سنس هنا هعمل له زي تيست بالتيونينج فورك بتاعتي، احطها هنا. قال لي لما تعملي التيست حطيها على بوني بروميننس. ليه حطيتوها على بوني بروميننس؟ ما احنا قلنا ممكن نحسها في اي مكان، قال لكن على البون بروميننس بيعمل ماجنيفيكيشن للانتنسيتي اوف ستيمولاي، فبيخليني احسها اكتر. طيب هتحسها بويتش تايب اوف ريسبتورز؟ قال لي هنا عندنا نوعين، لان عندي فايبريشن فيها لو فريكوانسي فايبريشن اب تو 80 سايكل بير سكند، يبقى دي بنحسها بالمايسنر. طيب واللي هي الهاي فريكوانسي اب تو 500 سايكل بير سكند بنحسها بالباسينيان كورباسل. يبقى في هنا التو تايب اوف ريسبتورز اكوردنج اللي هي هاي فريكوانسي اللي هي ولا لو فريكوانسي. اللو اللي هي هنا المايسنر كورباسلز اللي هي لحد 80، والهاي اللي هي ال 500 سايكل بير سكند الباسينيان كوربس. طيب ده الفايبريشن سنس عملناه ليه؟ قال لي ده هنا مهم جدا وبيعملوه دكاترة النيورو، لان بيديني early signs على degeneration of the dorsal column. ليه؟ قال لي لان الافرنت بتاعي اللي احنا تعودنا عليه اللي هو الابيتا فايبر اللارج فايبر بتبعت السنسيشن وهيمشي في الدورسال كولم. يبقى الفايبريشن سنس ماشي فين؟ فايبريشن سنس هنا لو ده وماشيه فيه بالدورسال كولم. لو هنا حصلت مشكله في الدورسال كولم هيحصل لوس للفايبريشن او امبيرد للفايبريشن. طيب الدورسال كولم بيتاثر فين؟ عند الناس اللي عندها دايابيتس اللي هي مرض الدايابيتس اللي هو السكر اللي هي بيحصل بريف النيوروباثي، فبيأثر عندي او بيبتدي يحصل ديجنريشن في الدورسال كولم. في ديزيز هتدرسوا في الهيماتولوجي اللي هي البرنيشس انيميا، هنا برضو ده بيعمل ايه؟ ده برضو بيأثر على الدورسال كولم انه يعمل ديجنريشن. فانا كل تيست بعملها دكاترة النيورو بيطبقوها وبيبتدوا يركزوا مثلا هي المشكلة عند العيان ده فين. فلما الاقي امبيرمنت في الفايبريشن اقول ده عندي بدا يحصل مشكلة في الدورسال كولم من اسبابها اللي انت تبقى عارفها، برنيشس انيميا هناخدها في هيماتولوجي، نوع من الانيميا نتيجه الفيتامين بي 12 ديفيشنسي، والبريفرال نيوروباثي نتيجه المرض اللي هي السكر او الدايابيتس بيبتدي ياثر على اللي هي الدورسال كولم. يبقى ده الفايبريشن سنس. طيب علشان تكمل اللي هي موضوعك بتاع العملي، برضو بتقول ان انا عندي نوعين من التيونينج فورك. التيونينج فورك اللي ليها الايدين الطويله دي كده بيبقى ليها ايه؟ ليها لو فريكوانسي، ودي نستخدمها في اللي هي الفايبريشن، يبقى ده موضوعنا بتاع السنه دي. لكن اللي هي ليها ايدين قصيره دي اللي هي الشورت دي بتبقى فيها هاي فريكوانسي، ودي هنستخدمها في التست بتاع الهيرنج اللي هي السنه الجايه مع نيورو ساينس 2. يبقى دول اللي هي الاثنين تيونينج فورك اللي موجودين عندنا. اخر سنسيشن هنا بالنسبه للتكتايل سنسيشن اللي احنا قلنا عليه الاول اللي هي التيكلينج وايتشينج سنسيشن. ببساطه كده تيكلينج يعني الانسكت دي لما تمشي على السكن، عندي مثلا هنا دي كده الارم، في هنا اللي هي في انسكت ماشي على الارم، الانسكت دي عامله ايه؟ هنا انا حاسس بلايت موفينج ثينج. طبعا ده احنا شخص مغمض عينيه وحاسس ان في حاجه خفيفه بتتحرك على السكن، يعني في ريبيتد ميكانيكال ستيميوليشن. نتيجه للريبيتد ميكانيكال ستيميوليشن ده بيحصل ريليز لكيميكال ميدييتورز او كيميكال سبستانس حوالين الريسبتورز نير الريسبتورز، بتطلع الهستامين والكاينين. هستامين والكاينين دول بيعملوا كلمه ايه؟ الايتشنج. ايتشنج ان انت لما الانسكت تتحرك على السكن بتبتدي تحس بايه؟ ببتدي احس بحكه هنا، عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل ايتشنج. يبقى التيكلينج انيبل بيرسون، هو خلى الشخص يحس بالحاجه الخفيفة
الخفيفة اللي بتتحرك عليه اللي هي في اللايت موفينج ثينج على السكن زي اللي هي الانسكت، فده بتعمل لوكال ريبيتد ميكانيكال ستيميوليشن. الايتشنج هي السنسيشن كوزد باي ريليز ريليز للكيميكال ميديتورز اللي هي نير ريسبتورز زي الهيستامين اند الكاينين. يبقى ده اللي هي السنسيشن رقم 5 اللي هي التيكلينج والايتشنج سنسيشن. يبقى احنا خدنا ايه في اللي هي الميكانو ريسبتور؟ ميكانو ريسبتورز قلت اللي هي التاكتايل سنسيشن، تاكتايل اللي هو التاتش، استيريوجنوزيس الفايبريشن سنس، التيكلينج والايتشنج سنسيشن، وفي كمان معانا اللي هي مين اللي هي البريشر سنس. يبقى اللي هي التاتش، استيريوجنوزيس، البريشر، فايبريشن، والتيكلينج والايتشنج سنسيشن. التاتش قسمته له كروت تاتش والفاين تاتش، والفاين تاتش هو اللي خدنا معاه مجموعه التاكتايل لوكاليزيشن تو بوينت ديسكريميشن والتكتشر اوف ماتيريالز. طيب ندخل بقى على اللي هي التيكل والايتشنج سنسيشن. هي كمان ليها ايه؟ ليها ريسبتورز فري نيرف اندنج، ليها افرنت فايبر اللي هي سي فايبر، والباس وي هنا فين لو انتوا فاكرين فينترال سباينو سلاميك تراكت. يبقى كده لما خلصت السنسيشن كلهم تقدر تحط مين تحت الفينترال سباينو سلاميك تراكت؟ الفينترال سباينو سلاميك تراكت حطيت تحتها كرود تاتش، حطيت تحتها اللي هي كرود بريشر، حطيت معاها التيكل والايتش سنسيشن. تمام كده. يبقى دول الثلاثه اللي احنا حطيناهم تحت ايه؟ تحت كلمه اللي هي او الباس واي اوف الفينترال سباينو سلاميك تراكت. طيب والباقيين كانوا ماشيين فين؟ ماشيين في الدورسال كولوم. هناخد الجزء الثاني من الميكانو ريسبتيف سنسيشن وهي البروبريوسيبشن. بروبريو اللي هي كلمه سيلف، يعني اللي هي بروبريوس اللي هي سيلف، سيلف يعني ده احساسك انت الذاتي بايه، بسنس بايه، البوزيشن بتاعي، وضع كل بارت هنا، كل جزء في جسمي وضعه ايه بالنسبه للسبيس اللي حواليا، ووضعه ايه بالنسبه للاذر بارتس هنا حاسه بايه. ولو انا عامله انجيوليشن في الجوينت اللي هي الزوايا اللي انا عاملاها في الجوينت دي، وعلاقه الجوينت ببعضها ايه، هو ده الاحساس بالبوزيشن. يبقى احساسك بالبوزيشن هو بيوصل لك ايه؟ قال لي هنا البروبريوسيبشن بيوصل لي البوزيشن اوف ديفرنت بارت اوف ذا بودي في السبيس وان ريليشن تو ايتش اذر، وضعهم مع بعض ايه، الموفمنت اللي انا بعملها ايه، والريت اوف موفمنت اخباره ايه، والديجري اوف انجيوليشن اوف اول جوينت ان اول بلانس. طيب ده بيوصل للكونشس ليفل. كونشس ليفل يعني ايه؟ لما اقول لك ان هي الادراك او الوعي، يبقى السنسيشن دي لازم توصل للسيريبرال كورتكس، انا اوصلها لحد السيريبرال كورتكس. طيب البروبريوسيبشن كمان في سب كونشس، ودي انا ضفتها لك ليه هنا في السب كونشس؟ لان احنا لما اتكلم معايا عن البروبريوسيبتور في الكتاب قال ان في الباسوي اللي هي دورسال كولم وسباينوس ريبيلر تراكت. طيب سباينوس ريبيلر تراكت لازم كنت احط معاها ان في سب كونشس بيرسيبشن للسنسيشن. طيب هنفهمها دلوقتي خطوه خطوه. هقول الاول السنسيشن دي مكنتني من ايه؟ خلاص عرفت انا البوزيشن اوف ايتش بارت او البوزيشن اوف ديفرنت بارت مكانها فين بالنسبه للسبيس اللي هو حواليا وبالنسبه لبعضها اخبارها ايه. طيب عرفت الحركه اللي انا بعملها ايه والريت اوف موفمنت ايه، وعرفت الديجري اوف انجيوليشن، ده هنا دراعي مفرود، هنا في الهيب جوينت هتبقى في سيرتن انجل، في الانكل هنا في انجل معينه، فانا عرفت المعلومات دي كلها على مستوى الادراك ومستوى السب كونشس اللي هي او الانكونشس اللي هي اللاوعي، ان ما وصلتش للسريبرال كورتكس. طيب الاستيمولس عندي هعمله ازاي او اعمل ايه؟ قال لي هنمسك هنا الجوينت بريفرال جوينت وابتدي احركه فليكشن واكستنشن، واسال البيرسون ده او الشخص ده ها صباعك بيتحرك ولا ثابت، وهبتدي مثلا لما اعمل له فليكشن اقول له البوزيشن بتاعه هو فليكسد ولا اكستندد وهو كلوزد الاي، يبقى موفينج اللي هي الجوينت اوف ذا بيرسون ويز الاي كلوز. الريسبتورز هنا عندي نوعين من الريسبتورز، عندي ريسبتور سريعة اللي هسميها ايه ريسبتور سريعة اللي هي الرابيدلي ادابتنج او الفيزيك ريسبتورز. يبقى ده الريسبتورز بتاعتي رابيدلي ادابتنج او اللي احنا بنقول عليها اللي هي الفيزيك اللي هي هتبقى بسرعة تبقى ادابتد، لكن لو حصل تغيير في الاستيمولس تبتدي انفورم البرين اباوت ات. مين الريسبتورز عندي اللي مسؤولة عن كده؟ اللي هي الباسينيان كورباسل بتديني انفورميشن اباوت اللي هي البوزيشن بتاعي، بس هي رابيدلي ادابتنج، هي مسؤوله عن اللي هي الكاينيتك. كاينيتك مين؟
اللي هي الموفمنت اللي هي الموجودة عندي. طيب الموفمنت هنا لما أكون بحرك اللي هي الجسمي في حالة اللي هي الحركة، فالريت اوف موفمنت هي اللي مسؤولة عنه الرابيدلي ادابتنج ريسبتورز، تبتدي تزود الديسشارج بتاعها أو تبعت انفورميشن بسرعة للبرين لما يبتدي يحصل تغيير في اللي هي في الموفمنت أو تغيير في اللي هي الحاجة اللي كانت حاصلة عندي أو البوزيشن عندي اللي موجود اللي هي الحركة اللي بعملها. فبالطريقة دي باستمرار هي بتبعت للبرين ايه اللي بتبعت اللي هي اللي تشينج في الريت اوف الموفمنت، فهنا بتقدر تتوقع او اللي هي البرين يقدر يتوقع الحركة الجاية او وضع جسمك الجاي هيكون ايه. طبعا هتفهموها اكتر ان شاء الله لما تاخدوا الموتور. يبقى هنا الرابيدلي ادابتنج اللي هي ادابتنج بسرعة، دي هنا قالت لي ده الادابتنج ريسبتورز دي كانت تبعت لما يحصل تغيير، فدي تبقى مسؤولة عن الريت اوف موفمنت. طيب السلولي ادابتنج زي المسل سبندل اللي موجوده في العضله، زي الجولجي تندون اورجان اللي موجوده في اللي هي التندون بتاع العضلات، زي اللي هي السبري تايب والروفني اند اللي موجوده حوالين اللي هي الجوينت والليجمنت ومنتشره في اللي هي التيشو الاراوند الجوينت، دي كلها سلولي ادابتنج او التونيك ريسبتورز. سلولي ادابتنج معناها كونتينوسلي انفورم البرين اباوت ايه، اباوت البوزيشن اوف ذا بودي. دي هنا ما بتسكتش، دي باستمرار بتبعت اللي هي وضع الديفرنت بارت في جسمي ايه بالنسبه للسبيس وبالنسبه لبعضيهم، فدي تبقى امبورتنت ان مينتين ايه مينتين البوشر. هل المعلومات دي مهمه بالنسبه لي؟ من غير ما تعرف وضع جسمك في كل مكان، من غير ما تعرف اللي هي البوزيشن بتاعي والموفمنت، ما اقدرش احافظ على الإكوليبريم بتاعي. بدأت أجيب كلمة الحفاظ على الإكوليبريم، وهتعرف من اللي هي إن شاء الله السنة الجاية برضو إن السيريبيلم ليه علاقة بالإكوليبريم، عشان كده قال لي الباسوي فيه قال لي فيه سباينو سيريبيلر تراكت. طيب سباينو سيريبيلر تراكت المعلومة اللي وصلتها للسيريبيلم دي معلومة ما طلعت ليش للسريبرال كورتكس، فهتبقى ده الانكونشس بروبريوسيبشن. لكن المعلومة اللي طلعت في الجراسيل والكيونيت تراكت للجراسيل والكيونيت نيوكلياي وكملت عند السريبرال كورتكس، دي تبقى مسؤولة عن الكونشس بروبريوسيبشن. فانت بدأت تقول البروبريوسيبشن هستقبله على مستوى الكونشس سنسيشن اللي هي الادراك والوعي، ان انا باخد معلومات من الدورسال اللي هي الدورسال كولم اهو، ادي هنا وصلت للمدلة وصلت للسلمس وصلت للسريبرال كورتكس اللي هي S1 في السريبرال كورتكس، فانا كده خدت المعلومات بتاعتي اللي اقول عليها الكونشس سنسيشن. لكن هنا التراكت التانية السباينو سريبيلر تراكت دي مسؤولة عن السب كونشس، يبقى السباينو سريبيلر تراكت سب كونشس. سب كونشس سنسيشن يعني ايه؟ حاجة ما حسهاش، هنا ما وصلتش للسريبرال كورتكس عشان احسها، ده انا اديت معلومة للسريبيلم، والسريبيلم موضوعنا اللي هي في الموتور ان شاء الله هعرف ان هي ده هنا ليه رول وبيحافظ على الإكوليبريم بتاعي. يبقى البروبريوسيبتيف فايبرز دي وصلت للسريبيلم وانتهت ما طلعتش للسريبرال كورتكس، فعشان كده سميناه السب كونشس سنسيشن. فانت بس في كتابك تيجي عند اللي هي الدورسال كولم واكتب ده اللي هي فور كونشس سنسيشن، وعند السباينو سيربيلر تراكت وتكتب اللي هي السب كونشس او اللي هي الانكونشس، عشان ابقى فاهم بس معنى كل كلمه مكتوبه عندي ايه، ابقى فاهم هو يقصد بيها ان هو كتب اللي هي تو فايبر. يبقى هنا الابيتا فايبر ويطلع فيه اللي هي الدورسال كولم، يبقى ده الكونشس ايه كونشس سنسيشن وتكتبها، واللي هي الانكونشس ده اللي هي السباينو سيربيلر تراكت. يبقى كده اللي هي خلص اللي هي الميكانو ريسبتيف سنسيشن، والميكانو ريسبتيف سنسيشن اللي هو قلنا التكتايل سنسيشن بانواعه والبروبريوسيبشن. نيجي للثيرمو ريسبتيف سنسيشن. ثيرمو ريسبتيف سنسيشن يعني ايه؟ درجة الحرارة اللي هستقبلها. طيب وانت درجات الحرارة اللي هتستقبلها دي هيعمل ايه؟ قال لي هستقبل different grades of cold and warm. طيب الكولد ده معناه ايه؟ قال لي الكولد ده معناه ان التمبريتشر هنا بتاعت الاوبجكت ده او الحاجة دي اللي انا بحسها less than البودي تمبريتشر بتاعتي، اقل من درجة حرارة جسمي. طيب والوارم السنسيشن قال لي ايه؟ قال لي الوارمس ده اللي هي مين ان التمبريتشر دي higher than ايه؟ قال لي higher than البودي تمبريتشر. يبقى انا استقبلت ايه؟ عملت perception different grade من التمبريتشر سواء اللي هي الكولد او الوارم. معنى
معناها ايه كلمة كولد عشان تبقى عارف ده درجة حرارته اقل من درجة حرارة جسمي. طيب والوورمس قال لي ده درجة حرارته اعلى من درجة حرارة جسمي. قال تمام. طيب الثيرموريسبتورز لما هناخد الريجوليشن اوف تمبريتشر هعرف ان في ثيرموريسبتورز موجودة كتير في جسمي سواء خارجي او داخلية او سواء هسميها سنترال وبريفرال ثيرموريسبتورز. فاللي علينا في اللي احنا بندرسه ده اللي هي تسمى كاكسترنال. اكسترنال موجود على السكين بيعمل اويرنس للتمبريتشر سنسيشن. في السكين في عندي اللي هي الكولد ريسبتورز والوورم ريسبتورز. طيب في انترنال، طبعا في انترنال جوه في جسمي وفي حتة الهايبوثالاموس anterior hypothalamus عشان تشارك في regulation of the body temperature. الريسبتورز دي عبارة عن ايه؟ قال لي هي نوعها الفري نيرف اندينج. طيب الفري نيرف اندينج اللي هي هتوصل الرسالة عن طريق السي فايبر دي فور الورم ريسبتورز. طيب واللي هي الكولد، الكولد قال لي ممكن عن طريق الاي دلتا فايبر او السي فايبر. خلي بالك اي دلتا او السي فايبر، فانت برضو زود في كتابك ان الاي دلتا بتشارك معايا في الكولد ريسبتورز هنا كافرنت فايبر هتتنقل اللي هي السنسيشن. اد احنا هنا اول تمييز للي هي الكولد ريسبتورز ده نمبر 1 اللي هي عنده 2 افرنت فايبر ممكن يكونوا شغالين مع الكولد ريسبتورز الاي دلتا والسي فايبر. طيب الثيرمو ريسبتورز دي بتتاثر بايه؟ قال لي بتتاثر بالتمبريتشر اللي هي موجوده سب كيوتينيوس. دي هنا السكن والكيوتينيوس تيشو سب كيوتينيوسلي. هي موجوده فين؟ قال لي لانها موجوده immediately under the skin. وكمان عندك الكولد ريسبتورز مور سوبرفيشال عن الورم ريسبتورز. طيب هي هنا معنى انها موجوده قريبه من السكن انها هتتاثر بالاكسترنال انفايرمنت من بره في ان هي بتنقل التمبريتشر بتاعه الاكسترنال انفايرمنت. قال لي لا مش الاكسترنال انفايرمنت، دي هنا افكتد باي التمبريتشر اوف سراوندنج سبكيوتينيوس تيشو. يعني ايه surrounding subcutaneous tissue؟ الاريا بتاعتها اللي هي موجوده فيها. قال هنا في subcutaneous tissue في blood vessels اللي هم دول اللي هم الارتريولز. لو الارتريولز دول vasodilated يعني متوسعين ودخل فيهم كميه كبيره من البلود، البلود ده بيبقى warm blood اللي احنا جايين من جسمي من جوه وطالع على الاريا بتاعه السكن. فالاريا دي temperature فيها هتزيد فتزود درجه الحراره فستيميوليت الوارم ريسبتورز وحس بالورم سنسيشن. طيب لو مجموعه الارتريولز دول في السبكيوتينيوس تيشو حصل فيهم فازو كونستريكشن هيبتدي درجه حراره السبكيوتينيوس تيشو دي تقل واستيميوليت اللي هي الكولد ريسبتورز. يبقى شايفين هنا احنا بنحكم على ايه؟ بنحكم على السبكيوتينيوس تيشو. قال لي طيب اديني اكزامبلز اللي احنا بنقوله ده. هقول لك الشخص اللي بيحصل له هيموريدج نزيف بيحصل ايه في البلاد فيسلز بتاعته؟ فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن في البلاد فيسلز معناه ايه؟ معناه ان التمبريتشر اوف سبكيوتينيوس تيشو قلت. طيب لما يقل اللي هي السبكيوتينيوس تيشو تمبريتشر هيعمل استيميليشن لمين؟ هيعمل استيميليشن للكولد ريسبتورز. هيدي احساس للشخص ده بالكولد رغم ان ممكن تكون الاكسترنال انفايرمنت بتاعتي ايه؟ هوت. يبقى اول اكزامبل عندك قلت ايه؟ قلت اللي هي الهيموريدج بيعمل فازو كونستريكشن هنا قلل السكن تمبريتشر. لما قلل السكن تمبريتشر يحصل ايه؟ السكن تمبريتشر يبقى اللي هي درجه حرارتي هنا قلت، يبقى اللي هيبقى ستيميوليتد الكولد ريسبتور ستيميوليتد هيديني كولد سنسيشن رغم ان ممكن الشخص اللي نازف ده يكون في انفايرمنت الجو فيها ايه؟ هوت ويذر. طيب ده الهيموريدج. طيب الناس اللي هي بتشرب الكحول، الكحول من الحاجات اللي بيأثر عليها بيعمل ايه؟ كيوتينيوس فازو دايليشن. كيوتينيوس فازو دايليشن يبقى السكن تمبريتشر اخباره ايه؟ زاد. يبقى مين اللي استيميوليتد؟ هيبقى استيميوليتد اللي هي الهوت ريسبتورز. يبقى هنا لما او الورم سوري تتسمى ورم ريسبتورز يبقى هيديني ورم سنسيشن. طب ده انت ممكن الشخص ده يكون في ايه؟ يكون في كولد انفايرمنت، في كولد ويذر. يبقى ده هنا ايه؟ ده هنا كمان هو خد احساس بالهوتنس لكن ده ضد الفسيولوجي بتاعه. زي ما هتعرف في الثيرمو ريجوليشن وتبقى تفتكرها ان شاء الله ان انت كده الشخص ده هو رغم ان هو بيشرب الكحول عشان يحس بالهوتنس، لا ده بيبوظ درجه حراره جسمه وبيعمل عكس اللي هي الفسيولوجي المفروض. طيب لما بتمسك في ايدك كولد ميتاليك اوبجكت حاجه ميتلز، الميتلز ده من الخصائص بتاعته انه ايه؟ جود كوندكتور.
للتمبريتشر، احط اللي هي الميتال على ايدي او اللي هي السيرفيس اريا اللي احس بيها بالتمبريتشر، فيعمل ايه؟ يسحب درجه الحراره من اللي هي من جسمي، فيبتدي السبكيوتينيوس تيشو يحصل له ايه، يبتدي التمبريتشر اللي هي فيه تقل، السكن تمبريتشر، فاستيموليت الكولد ريسبتورز فيحسسني بالكولد سنسيشن. ده اللي هي طريقه ان انت لما تمسك حاجه ميتال والحاجه الميتال دي تبقى كولد، والكولد ده حسيته ليه؟ لان الميتال بيعمل ويذدرو للهيت من الاندرلاينج سكين اريا اللي انا حطاها عليها، فيقل السكين تمبريتشر عندي. تمبريتشر لما تقل الكولد ريسبتور ستيميوليتد وتديني احساس بالكولد سنسيشن. يبقى دي المعلومات اللي هي الظريفه اللي احنا بناخدها عن اللي هي الريسبتورز بتاعتنا، وان انا بثبت بيها ان الريسبتورز دي ستيميوليتد بالتمبريتشر بتاعتي في السبكيوتينيوس تيشو، ملهاش علاقه بالاكسترنال انفايرمنت. طيب الكولد ريسبتورز هنا عددها قد ايه؟ قال لي كولد ريسبتورز لما تيجي تعمل ماب للريسبتورز في الهاند، فلاقي عدد الكولد ريسبتورز من 3 لـ10 مره اكتر من عدد الورم ريسبتورز، لان الورم ريسبتورز هتلاقيها اقل. طيب هم عموما الثيرمو ريسبتورز منتشرين فين؟ المنتشرين في التيبس اوف الفينجر والتيبس اوف اللبس. اللبس طبعا الاول، لان هي دي اللي طول اليوم عمالين ناخد سخن وسائع وهكذا وبنحس بيه، واخر حته اللي هي منطقه الترنك. طيب نلاحظ ايه تاني حاجه اللي هي قلت لك بالنسبه للكولد، ان عدد الريسبتورز بتاعه الكولد اكتر من عدد الريسبتورز بتاعه الورم. يمكن غير ما كلكم كنتوا متوقعين ان الورم ده يبقى عندي كتير، قال لك لا، واستنى هتشوف هنميزهم بايه كمان. قال لي هندي ان جنرال السيرمو ريسبتورز ليهم سمول ريسبتيف فيلد، ريسبتيف فيلد بتاعي قليل. الريسبتيف فيلد هنا ده كده القليل، ومعاها كمان ان الريسبتورز دي وايدلي سيبريتد. يعني بص هنا في اللي هي الهاند دي هلاقي في اريا فيها الكولد وفي اريا فيها الورم، وممكن يكون في اريا ما فيهاش حاجه خالص. يبقى هنا الاريا دي لو انا حطيت عليها حاجه كده اللي بوينتد كده ما احسش بدرجه حرارتها، لو حطيتها على الحاجه الورم بس او حاجة الكولد بس، فهنا هبتدي ايه، هبتدي اغير. الله، طب ده يديني انطباع عن ايه؟ قال لي علشان احس بدرجة الحرارة كويس لازم اعرض لارج اريا من السكين للأوبجكت اللي انت عايز تحسه. يبقى هنا تو ديفرنشيت بتوين الديفرنت ديجري اوف تمبريتشر، عشان تفرق بين درجات الحرارة المختلفة لازم وايد اريا من السكين تكون اكسبوزد، فتعمل ايه، اقدر الاو السبيشال سميشن اللي احنا درسناه في السينابس انه يحصل، واقدر جمع المعلومات. يبقى انت هنا في اريا ممكن ما يكونش فيها ريسبتورز، في اريا هنا الكولد بس الورم بس، فنعمل ايه اللي هي استفدت ان يكتب لي سمول ريسبتيف فيلد وايدلي ديستريبيوتد ريسبتورز، ان انا عشان اعمل ويل ديفرنشيشن او اللي هي التمبريتشر بتاعتي اقدر افرقها لازم اكسبوزد اريا كبيره من السكن. طيب الاستيميوليشن اوف ثيرمو ريسبتورز، يا ترى الريسبتورز اللي هتستقبل الثيرمال سنسيشن دي هعمل لها استيميوليشن ازاي؟ الميكانو كنت اعرف ان انا ميكانيكال ستيمولاي يعمل يفتح الجيت يعمل تغيير. طيب الثيرمو دي هي ميكانيكال؟ لا مش ميكانيكال، انت هتتفاجئ بيها انها كيمو ريسبتور ستيميوليتد. ايه ستيميوليتد؟ كيميكالي، كيميكالي باي ايه؟ بالكونسنتريشن اوف ميتابولايتس. تركيز الميتابولايتس هنا اللي هي على حسب الميتابوليك ريت بتاع الريسبتورز، كل لما زاد الميتابوليك ريت بيزيد الدي تركيز الميتابولايتس. تركيز الميتابولايتس هنا هو الاستيميوليت ريسبتورز دي، فالريسبتورز دي تعتبر كلمه كيمو ريسبتور لانها ستيميوليتد كيميكالي. فبيقول لي كل تغيير في درجه الحراره بتاعه جسمي 10 درجات بتعمل ايه؟ بتعمل دبل للميتاليك الميتابوليك كونسنتريشن او الميتابولايت كونسنتريشن، فهنا بتزودها. لما تزيد الميتابوليك ريت يزيد او تزيد الكونسنتريشن اوف الميتابولايتس ستيميوليت الورم ريسبتورز، لما يقل الكونسنتريشن اوف الميتابولايتس بتبقى ستيميوليت للكولد ريسبتورز. يبقى ما تنساش ان الاستيميوليشن للثيرمو ريسبتورز ده كيميكالي ستيميوليشن بالتركيز بتاع الميتابولايتس عندي اللي بيتغير حسب تغيير الميتابوليك ريت بتاعنا الريسبتورز.
طيب الريسبتورز دي هي نوع واحد ولا اتنين ولا ايه؟ قال لي هنا بنستقبل 4 نيرف فايبر بيستقبلوا الاحساس بالتمبريتشر. طيب الاربعة نيرف فايبر دول ايه؟ قال لي هستقبل حاجة اسمها اللي هي الكولد ريسبتورز او كولد سنسيشن لوحده، وفي افريج تمبريتشر اللي هي بتتغير او الرينج بيتغير بكتب من 10 لـ 35 او احيانا من 10 لـ 40 او whatever، لكن الماكسيمم اللي هي ستيميوليشن اللي كل الكتب ممكن تكون مجتمع عليه الراوند 25 او 24. يعني ايه؟ يعني في رينج للريسبتورز تبقى ستيميوليتد عنده اللي هي الوايد رينج ده من التمبريتشر، لكن هي ماكسيمالي اكتر حاجه ستيميوليتد عند ايه؟ عند ال 25. طيب والورم ريسبتورز، الورم ريسبتورز الماكسيمم اللي هي الورم ريسبتور ماكسيمالي اكتيفيتد عند درجه ايه؟ حوالي 45 درجه. طيب هنا لاحظت ايه؟ لاحظت ان في رينج او منطقه هنا كده اهي لو رسمتها هنا ما بين ايه اللي هي ده وما بين لو قلت هنا اللي هي عند 43 دي كده، الرينج ده في ايه؟ في الاثنين اللي هي البلو بتاعه الكولد والريد، في اللي هي الرينج ده الراوند 31 و43 في ايه؟ قال لي في ستيميوليشن لبوث ريسبتورز اللي هي الكولد والورم ريسبتورز ار ستيميوليتد. ينفع كده؟ هتشوف هنا مثلا ان لما بزود او امشي في اتجاه زيادة درجة الحرارة هلاقي بدأ يحصل ايه؟ بدأ الكولد ريسبتورز يقل الاستيميليشن بتاعتهم، والورم ريسبتورز الكيرف بتاعها طالع بتزيد اللي هي العدد الورم ريسبتور استيميليتد، فالبرين يعرف ان درجة الحرارة بتزيد، يبقى البرين هيبتدي يستقبل اللي هي الجريديشن بتاعت التمبريتشر ازاي في المنطقة دي. لما اروح ناحية اللي هي الورم اللي هي الاربعين واحد واربعين وهكذا هبتدي اللي يزيد عندي النمبر اوف الورم ريسبتورز ويبتدي يقل النمبر اوف كولد ريسبتورز، والعكس لو كنت هتمشي ناحية اللي هي درجات الحرارة 30 و 31 يبتدي ايه؟ يبقى هنا يبتدي يقل اللي هي الورم ويبتدي يزيد عندي عدد الكولد ريسبتورز which stimulated. قال لي طيب ده في حاجة تانية، لو زادت درجة الحرارة عن 45 ده انا هيبتدي الاحساس بالحرارة يديني بين، فهبتدي احس بايه اللي هي الهيت بين سنسيشن، والماكسيمم بتاعي بيبقى عند اللي هي درجة ايه؟ عند درجة 50 درجة، يبقى هبتدي احس بايه؟ قال لي هتبتدي تحس بايه اللي هي البين عند اللي هي الماكسيمم 50. طيب ولو قلت درجة الحرارة هنقلها على انها بين؟ قال لي لو قلت درجة الحرارة ما بتبتدي تقل عن 10 او عن 7 زي ما في كتابنا هقول هبتدي استقبلها ككولد بين، والماكسيمم كولد بين عند كام؟ قال لي عند درجة 5. يبقى الاكستريمز اوف تمبريتشر فوق ال 45 او اللي هي اقل من 10 هيبتدي ينقل لي السنسيشن بالبين. سنسيشن بالبين ده مهم جدا، بيحسسني بالخطر زي ما هعرف ان شاء الله في محاضرة البين. البين ده احساس جميل مش احساس سيء، وهتعرف دلوقتي ليه. طيب الريسبتورز دول بقى عند الزيرو يا ترى تنقل اي احساس؟ قال لي لا، عند الزيرو درجة حرارة اللي هي الزيرو ده كل الريسبتور ستوب ديستشارج، كلهم وقفوا عن ان هم يبعتوا اي احساس. ده احنا استخدمناه كنوع من انواع اللوكال انستيزيا، استفدنا منه ان احنا يبقى ده نوع من انواع اللوكال انستيزيا ان احنا نعمل فريزنج اللي هي السكن، يبقى ده اللي هي كطريقة كانت بتستخدم. يبقى عند الزيرو كل ريسبتورز ايه؟ كل الريسبتورز ستوب تو ديسشارج. يبقى دي الانواع اللي هي الريسبتورز او تايب اوف الثيرمو ريسبتورز الموجوده. طيب الثيرمو ريسبتورز دول لما قسمناهم كريسبتورز من حيث الادابتيشن قلنا عليهم ايه؟ قلنا عليهم دول مودريتلي ادابتنج ريسبتورز، بس في فرق بين الورم والكولد ريسبتورز، فعندي هنا الورم ريسبتورز اسرع شويه في الادابتيشن من الكولد ريسبتورز. يبقى من حيث الادابتيشن الورم هتبقى ادابتد اسرع من الكولد، والاثنين لما تسأل عنهم الاثنين يبقوا تحت اللي هي كلمه ايه؟ قال لي تحت كلمه مودريتلي ادابتنج ريسبتورز. طيب انت عندك هنا كذا حاجه دلوقتي جمعناها او فرق بين الكولد وبين اللي هي الورم، نبتديهم من الاول. اول حاجه كانت ايه؟ الافرنت فايبر للكولد
كولد ريسبتورز كانوا 2، اي دلتا فايبر والسي فايبر. ولاحظ ان اللي هي اي دلتا فايبر تبقى اسرع شويه من السي فايبر، يبقى في معلومه مهمه شويه بنقلها هنا. الورم كانت بالسي فايبر بس، الكولد هنا كانت ايه؟ كانت سوبرفيشال شويه عن اللي هي الورم، يبقى هي اعلى من الورم شويه. الكولد كانت النمبر بتاعتها ايه؟ كانت النمبر بتاعتها من 3 ل 10 اضعاف النمبر اوف ورم ريسبتورز. كمان في الادابتيشن، اخبارها ايه؟ سلولي ادابتنج بالمقارنه بالورم ريسبتورز، هما الاثنين تحت مدره لادابتنج ريسبتورز، لكن الكولد شويه سلولي ادابتنج. من هنا بتستفيد ايه او تطلع بمعلومه ايه؟ الكولد ريسبتورز دي مهمه واخطر من الورم. ليه؟ هي الكولد انفايرمنت او الكولد اوبجكت او الحاجه الكولد اخطر على جسمي من الورم طبعا بكتير. الكولد هنا بيعمل مور دامج عن الورم. الورم ده اللي هي درجه الحراره العاديه بتاعتك اللي انت بتستقبلها دي هنا، يعني مش هتعمل الدامج اللي هيعمله الكولد. الكولد ده زي الناس مثلا اللي هي بتتوه في الجبال بتاع التلج والكلام ده، بيحصل لهم ايه؟ لازم بيحصل لهم امبيوتيشن في الاطراف نتيجه لايه؟ الكولد يعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيسلز بتاعه الليمب. فازو كونستريكشن يعني ما بقتش اديلك بلاد، بقتش اديك نيوتريشن، فنتيجه كده لو قعدت فتره يحصل ايه؟ يحصل امبيوتيشن. يبقى لو الليمب ده كان في حاجه كولد هيحصل له ايه؟ هيحصل له امبيوتيشن. هنا ممكن مع رفع درجه الحراره شويه يحصل بيرنينج او وات ايفر، مش هيبقى مور دامجنج زي ما يحصل في الكولد. يبقى الكولد بالنسبه لنا كان اخطر لانه بيعمل مور دامج للتيشو اكتر من الورم، ممكن يوصلني اللي هي الامبيوتيشن. طيب الباسوي قبل ما ننساه ويعدي من علينا فين هو الباسوي؟ اللاترال سباينو سلاميك تراكت. واللاترال سباينو سلاميك تراكت هتشيل مع التمبريتشر، هتشيل اللي هي الباسوي بتاع البين زي المحاضرة الجاية ان شاء الله. واخر حاجه نقول التمبريتشر سنسيشن هنا اللي انت بتستقبله بيعتمد على ايه؟ قال لي هيعتمد على الاوريجينال بودي تمبريتشر، يعني لو درجه حراره جسمي هنا 40 وجايبه لك التست تيوب دي بدرجه حراره 35، ايه اخبار؟ هتحس الدرجه اللي هي التست تيوب دي هتحسها كولد ولا هتحسها وورم؟ ده انا 40 وهي 35، ده انا هحسها كولد. طيب لو كانت درجه حرارتي هنا 30 ودي 35 برضو، انها هحسها ايه؟ هحسها وورم. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان احساسي بالتمبريتشر بيعتمد على الاوريجينال تمبريتشر بتاع السكين عندي. لو هي كانت اعلى من اللي هي الاوبجكت اللي جاييني فانا هحس ان الاوبجكت ده ايه؟ هحسه كولد. ولو كانت هي اقل من اللي هي التمبريتشر بتاعه الاوبجكت فهحس الاوبجكت ده ايه؟ هحسه وورم. يبقى أول حاجة في إحساسك بالتمبريتشر إن هو إحساس مختلف وفاريبل أكوردنج للتمبريتشر بتاعتي اللي هي في الـ أو الأوريجينال تمبريتشر أوف ذا سكين. وحاجات تانية بقى الريت أوف تشينج أوف تمبريتشر هنا بالنسبة للأوبجكت والسيرفيس أريا اللي هي إكسبوزد. كل ما عملنا إكسبوجر لسيرفيس أريا كبيرة كل ما قدرنا نعمل ديسكريمينيشن للتمبريتشر أكتر وأفضل. ودي كانت المحاضرة النهاردة عن الميكانو ريسبتيف سنسيشن والثيرمو ريسبتيف سنسيشن، وإن شاء الله نعمل لكم محاضرة عن البين بإذن الله.